اليوم محاضرتنا عن اللور، محاضرتنا لهذا اليوم عن اللور الريسبيراتوري، لور يورينري باسج، اللي هي اللي عندنا اليوريتر واليورينري بلدر. طبعا هي اللور هنا ما راح يكون اي تغيير لمكونات اليورين. اليورين يتكون وخلص، وراح مجرد انه هذا الباسج انه تنقل من الكدني الى اليورينر بلاتر حتى يصير شنو مكتوريشن. لذلك راح يكون مكونات الكونستنت مالت اليورين راح تكون هي نفسها اللي بالكدني، هي نفسها اللي راح يصير بها اخراج، ما راح يكون اي تغيير بمكونات اليورين، راح تبقى هي نفسها. فراح يجي احنا اخر اذا الوظيفه هنا هو فقط انه هو الستورج والاكسكريشن لليورين، طبعا خلال الوقت المناسب، لانه احنا عندنا بالنسبه لليوريثرا قريب فتحه اليوريثرا مع اليورينري بلادر اكو فد سفنكتر تكون فولنتري يقدر يسيطر عليه، لانه هنا متكونه من السكليتال مصل، فراح نقدر نسيطر على الوقت المناسب للمكتوريشن. بالنسبه الى هنا راح تكون مثل ما عرفتوا انه البايراميد، بالنسبه للبايراميد للمدولة، البايراميد في النهايه راح يكون عندنا هنا هذه المنطقه، هذه كريبريفورم يسموها كريبريفورم اريا. كريبريفورم اريا اي منطقه المثقبه. ليش؟ لانه هنا نهايه الكولكتنج داكت، نهايه الكولكتنج داكت من راح ينجمع ويكون لنا داكت اوف بليني، راح يبدي هنا فتحات مثل الفتحات حتى تفرز لنا اليورين. يعني راح اراويكم شكلها تقريبا، انا ما اعرف مسويه شير لل شنو اللي مسويته شير، اوكي. هنا مثل الفتحات في النهاية، هنا مثل الفتحات بحيث شنو تبدي ينطرح اليورين المن الى الكالكس اللي هي الماينر كالكس. الماينر كالكس هي بداية اليوريتر، ماينر كالكس اللي هي بداية اليوريتر. اذا هذا هو الماينر كالكس اللي 3 إلى 4 من ماينر كالكس راح ينجمع ويكون لنا الميجر كالكس. الماينر كالكس هنا هو اللي راح ينجمع بها، يا صورة ماما، ها أنا مسويت لها شير ماما الصورة، ما أعرف أكو صورة عندي ما أدري وينها، أوكي خلينا نكمل حكي وبعدين أراويكم صورة، ما عندي مشكلة. في الماينر كالكس والميجر يعني هو تقريبا 3 إلى 4 من الماينر كالكس من راح يندمجون راح يكون لنا الميجر كالكس. هذا ال اي اي ماماتي، هذا الميجر كالكس ما اعرف طلعت الصورة عندكم لو لا، هاي طلعت الصورة عندكم ماماتي، طلعت الصورة عندكم؟ نعم. هذه شوفوا هنا شلون انه العدد من الكولكتنج داكت راح يكون لنا شنو داكت اوف بليني، داكت اوف بليني بالاخير راح يكون لنا هذه الفتحات، هذه يسموها يعني تكون سيفيلاك يعني تشبه الغربال او تشبه المنخل. هذه المنطقة راح يسموها الكريبري فورم اريا، منها يطلع اليورين. هنا يبدي شنو يتكون عندنا، هنا يتكون عندنا الماينر كالكس اللي هو البروكسيمال بارت للبلفيك اريا لليوريتر. بعدين كل 3 إلى 4 من الماينر كالكس راح يبدي ينجمع ويكون لنا الميجر كالكس. اذا لاحظوا هنا هذا هنا اكو، هذا هو البايراميد، هذا هو البايراميد، هذا هو نهايه البايراميد اللي انا راويت لكم اياها. زين عيني تيجي هنا الماينر كالكس، الماينر كالكس ترتبط ويا اكثر من ماينر كالكس وحده وتكون لنا الميجر كالكس اللي هي شنو البلفيك بارت الى اليوريتر او يسموها البروكسيمال بارت لليوريتر، وبعد ذلك يبدي يتكون عندنا اليوريتر. طبعا هذه المنطقة هنا احنا شنو اللي مراويكم اياها، ايضا هذه صورة اخرى، هذا هو البايراميد، هذه هو البايراميد، هذه
هذا هو نهاية البيراميد أو مثلا البابلي، بابلي بارت للبيراميد للمدلة. زين أني هذه هي النهاية، هذه هي الدكت أوف بليني. هنا أنا راح تتكون بالأخير مثل مثل عندنا السيفي لايك، هنا أنا مثل السيفي لايك مناطق مثقبة تسمى بالكريبريفوم أريا. بعدين راح تبدي عندنا هنا الماينر كاليكس. زين من تبدي عندنا الماينر كاليكس راح يبدي ما يسمى يتكون إبيثيليوم خاص إلى اليوريناري سيستم يسمى باليوروثيليوم أو هو الترانسيشنال إبيثيليوم اللي هو ترانسيشنال إبيثيليوم. هذا فقط مخصص إلى اليوريناري سيستم اللي هي من هي اليوريناري باسيج اللي هي اللور بارت لليوريناري سيستم. هذا مو هنا عندنا تكون الماينر كاليكس، هذا هو عندنا تكون الماينر كاليكس يبدي شنو يبطنها اليوريثيليوم. يعني هنا البابلي بارت للبيراميد راح يغطيها شنو سمبل كولومينر، هنا هذا مغطيها سمبل كولومينر. من يبدي يتكون عندنا الماينر كاليكس، الماينر كاليكس اللي بطنها من هو اليوريثيليوم او يسمى بال اليوريثيليوم او يسمى بالترانسيشنال ابيثيليوم. يعني اذا هسه اريد اراويكم ال يعني بالرسم. اوكي الصبورة مبينة عندكم ماما، هسه راح اراويكم بالصبورة شلون انه نقدر شوفوا. يعني هسه هذا هو نهاية البيراميد اللي هو البابلي، هذا هو نهاية البيراميد اللي هو البابلي. هنا قلنا شنو اكو فد فتحات، هذه المنطقة سميناها بالكريبري فوم اريا، اي منطقة مثقبة. تجي هنا عندنا الميجر كاليكس، خلنا ناخذها مثلا، لا مو سوري، تجي هنا عندنا الميجر كاليكس الماينر كاليكس العفو، هذه هي الماينر كاليكس. الماينر كاليكس الابيثيليوم مالتها هو يوروثيليوم، هنا الابيثيليوم مالتها هو اليوروثيليوم. اليوروثيليوم اللي هو متخصص فقط بال متخصص فقط باليورينري باسج. شنو هذا فائده اليوروثيليوم؟ يوروثيليوم اكو بيه مكونات تختلف عن بقية اليورو او عن بقية الابيثيليوم اللي هو شنو هو المكونات مالتها؟ انه بيها خلايا، خلينا نشوف هنا، هذه هي اليوروثيليوم. انه بيكون اولا هو ستراتيفايد ابيثيليوم، يعني شنو هو متعدد الطبقات. متعدد الطبقات اضافة الى انه اكو خلايا بالطبقة الاولى الملامسة المن لليورين تسمى بالامبريلا او دام سيل. هذه الخلايا إلها فت قابلية على أنه تتوسع في حال ديستندد صارت المن لليورينر بلدر أو لليوريتر، صار عندنا ديستندد، هذه إلها قابلية أنه تغير من شكلها، أنه في حالة الديستندد أنه تنمط وياها، وفي حالة الكونتراكت أنه فارغ اليوريتر أو اليورينر بلدر أنه ترجع إلى شكلها وضعها طبيعي. يعني مثلا هنا هذه هي عندنا اليوريثيليوم، هذه هي اليوريثيليوم، هذه خلايا اليوريثيليوم، هذه العفو، هذه هي اليوريثيليوم، هذه اليوريثيليوم في حالة الديستندد، يعني انه العفو في حالة الكونتراكت، بمعنى انه مثلا يورينر بلادر اليوريتر يكون فارغ، فراح تكون متعددة الطبقات تقريبا طبقاتها من 5 إلى 7 طبقات في اليورينر بلادر والى 6 طبقات بالنسبة الى اليوريتر. فهذه الخلايا راح تاخذ شكل الدم شيب او الامبريلا شيب. طبعا هذه الخلايا البلازما ممبرين مالتها يكون بها عدد من الفولدينج، هذا يساعدها في انه تنسحب، يساعدها في انه تنسحب. لذلك في حال انه وجود يعني مثلا وجود اليورين، فراح شنو راح يصير بها مثل انه تنمط ستريتش، يصير بها ستريتش بحيث تاخذ الشكل السكويمس، بحيث تاخذ شكل السكويمس. طبعا هذا انا ما قلت لكم، يعني ما مطلوب من عندكم، انه هذه الخلايا
انه هذه الخلايا شنو راح تكون يميزها؟ هذه الخلايا، هذه مو احنا قلنا دم شير، هذه الخلايا هي تكون دم شير، مرات انه تكون بها نيوكليس وحدة ومرات بها متعددة النيوكليس، هاي بها نيوكليس واحد او متعددة النيوكليس. هذه الخلايا انه تتميز السيل ممبرين مالتها انه يكون اكو بها بلاك، مثل البلاك، هذه البلاك انه ترتبط وحدة بالثانية بطريقة بحيث انه شنو تسوي لنا فولدينج، فولدينج انمن فولدينج للسيل ممبرين، فراح تسوي لنا فد فولدينج للسيل ممبرين، فراح يصير مثل الفولدينج هنا، راح يصير مثل الفولدينج للسيل ممبرين. طبعا في الترتيب خاص بحيث اكو مكان ما بي فولدينج، اكو مكان بي فولدينج وهكذا. هذه شنو يساعدها؟ انه تنمط في حالة انه صار ستريتش او ديستندد المن لليورينر بلادر او لليوريثر، راح تسمح لها بالتمدد، راح يسمح لها بالتمدد. اضافة الى ذلك شنو هذا اليوريثينيوم؟ هذا نتيجة الارتباطات القوية للخلايا تمنع من دخول اليورين اللي بي توكسيك ماتيريال، تمنع من دخوله الى داخل الانسجه، يعني تمنع من دخول اليورين الى داخل الانسجه. اضافه الى ذلك تمنع من خروج الووتر منها، خروج الووتر الى اليورين نتيجه الاختلاف بالازمازيه اللي هي راح يكون هايبوتونيك يورين، فراح يسمع انه راح يصير شنو اختلاف بالضغط، هذه ماخذيها بالفسلجه، فراح يمنع من خروج الماء الووتر من داخل الانسجه الى خارجه. لذلك اليوريثيليوم راح يكون مثل بروتكت، اولا انه بروتكت للانسجه انه من دخول التوكسيك ماتيريال اللي هي بها اليورين الموجوده باليورين الى داخل الانسجه، اضافه الى انه يمنع من خروج الووتر الى اليورين، اضافه الى ذلك انه الى قابليه انه ما يصير تيرينج للنسيج في حاله حدوث يعني تستنتد وكونتراكت لليورينر بلادر. مفهوم عيني؟ اي سؤال لحد هنا؟ مفهوم ماما؟ وياي طلاب عيني؟ ممتاز. زين عيني. لذلك احنا ايش راح نلاحظ انه هذه، شوف هاي خلايا، هذه الخلايا هذه متعددة الطبقة، هو هذا اليوريثيليوم، طبعا احنا نسميه يوريثيليوم، هو ترانزيشنال ايبيثيليوم تشو، لكن احنا شنو نسميه يوريثيليوم، هذه اخيرا سموها باليوريثيليوم. ليش؟ لانه هو فقط متخصص باليوريناري باسج، اوكي، ويكون متعدد الطبقات، واخر طبقه من اخر طبقه من عند الخلايا نسميها بالدم سيل اور بالامبريلا سيل. زين احنا خلصنا من بالنسبه للماينر كاليكس، الماينر كاليكس اذا شنو تكون الطبقات مالته؟ اذا الطبقه الاولى هو اليوريثيليوم، الطبقه بعدها هو اللامنا بروبريا بها كونكتيف تيشو، اضافه الى انه بعض السموث مسل فايبر اللي تكون جايه من اليوريتر. اذا خلينا نجي نحكي عن اليوريتر، اليوريتر الطبقات مالته تكون متعدده الطبقات، اليوريتر تكون متعدده الطبقات بثلاث طبقات اللي هي الميوكوزا وعندنا الماسكولاريس اكسترنا واخر شيء ادفانتيشيا. هذه الطبقات لاحظوا انه تكون الميوكوزا مالتها فولدينج، هذا يسمح لها انه في حال وجود اليورين اللي تتحرك اليورين على شكل بلس، يعني شنو ما راح تكون على شكل يعني مستمر مثل النهر اللي يجري، لا مثل شلون نقول مثل اللقمة مثل اللقم راح تفوت، فهذا شنو يسمح بالفولدينج للميوكوزا، راح يسمح بمروره على شكل على شكل بلس او نسميه مثل اللقم يعني هيك مثل، فهذا من شلون راح يكون، طبعا نسيتها صراحة بالانجليزي اذا تذكروني بهم، فالكونتراكشن المن للسموث مسل فايبر اللي هي شنو تكون الطبقة ما بعد الميوكوزا، السموث مسل فايبر هنا تكون على شكل طبقتين، الباريستالتيك موفمنت المن للماسكولاريس اكسترنا تسمح بدفع
اليورين المن باتجاه اليورينر بلادر، اي بمعنى انه خروج اليورين من الكدني الى اليورينر بلادر ما يعتمد على الجرافيتي اللي هو الجاذبيه الارضيه، انما يعتمد على من يعتمد على البراستالتيك موفمنت المن للكونتراكشن للسموث مسل فايبر الموجوده باليوريتر. اذا اول طبقه من طبقات اليوريتر هو الميوكوزا. الميوكوزا اذا مثل ما عرفنا انه الابيثيليوم مالته هو عبارة عن يوريثيليوم، ما بعدها هو اللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا عادي كونكتيف تيشو. بعدها تجينا عندنا طبقة السموث مسل فايبر اللي يسميها بالماسكولاريس اكسترنا. الماسكولاريس اكسترنا تختلف ترتيب مالتها عن الموجود بالدايجستيف تراكت. احنا اخذناها بالدايجستيف تراكت يكون الانر سيركولار والاوتر لونجيتودينال، هنا بالعكس يكون الانر لونجيتودينال والاوتر سيركولار. زين، هذا يكون طبقتين في ال 2/3 المن لليوريتر، يعني من يوصل قريب على اللور ثيرد اللي يكون قريب على اليورينر بلادر راح يصير ثلاث طبقات. يعني على طول اليوريتر راح يكون طبقتين، من هو دا احكي عليه؟ من دا احكي على الماسكولاريس اكسترنا، تكون طبقتين. من يوصل قريب من اليورينر بلادر راح تكون على شكل ثلاث طبقات. شلون راح تكون الطبقات مالتهم؟ بعض الكتب شو يقولون؟ انه يقولون الانر لونجيتودينال، الميدل سيركولار، والاوتر لونجيتودينال. اكو بعض الكتب الاخيره الاوتر راح يكون على شكل اوبليك. هذا ليش هيك الاختلافات؟ الاختلافات جايه منين؟ جايه من انه الاورينتد اور انه شكل الطبقات تكون مو جدا واضحه، مو جدا واضحه. لذلك فاذا قلت اوبليك اخر شيء اور لونجيتودينال اخر شيء، هي نفس الشيء صحيحه. اذا داخليه لونجيتودينال، الوسطيه تكون سيركولار، والخارجيه تكون لونجيتودينال. هذا شو وقت يصير باليوريتر؟ يصير من يكون قريب على اليورينر بلادر، عندما يكون اتصاله قريب على اليورينر بلادر او نسميه باللور ثيرد لليوريتر، راح اللور ثيرد لليوريتر راح يكون على شكل طبقات. هذا اللي من دا احكي على الماسكولاريس ميوكوزا، او العفو على الماسكولاريس اكسترنا اللي موجوده هنا، على الماسكولاريس اكسترنا. اذا اول شيء الميوكوزا يكون على شكل فولدنج، يتكون من الابيثيليوم اللي هو قلنا شنو؟ يوروثيليوم ولامينا بروبريا. بعدها راح تجي الماسكولاريس اكسترنا اللي تكون على طبقتين، انر لونجيتودينال اوتر سيركولار بالنسبه لكل على طول اليوريتر، ما عدا اللور ثيرد اللي يكون قريب من اليورينر بلادر راح يكون على شكل ثلاث طبقات اللي هي الانر لونجيتودينال، ميدل سيركولار، والاوتر لونجيتودينال. اخر شيء راح يكون الطبقه الاخيره هي الادفنتيشا اللي تكون عباره عن عن كونكتيف تيشو. واضح ماما لهنا؟ واضح لهنا؟ هذا بالنسبه لليوريتر. واضح امي؟ أنا بس على مود لأنه هو ماكو فد اتصال بيناتنا، فلذلك أعتمد على الشات. جيد، أي سؤال لحد هنا؟ أي سؤال لحد هنا على مود ننتقل إلى اليورينر بلادر؟ إن شاء الله إن شاء الله. أي سؤال؟ أنا حاضرة. ممتاز ممتاز ماما. هسا نجي على اليورينر بلادر. اليورينر بلادر ها طبعا هذه صورة أخرى، هاي صورة أخرى لليوريترا. هنا العفو اليوريتر، هنا راح تكون هذا الميوكوزا، وهذا اللي هي تتكون من اليوريثيليوم اللي هو عبارة عن العفو الابيثيليوم اللي هو عبارة عن يوريثيليوم أو الترانسيشنال ابيثيليوم. بعد اللامينا بروبريا، بعد الماسكولاريس ميوكوزا ماسكولاريس اكسترنا. ها شو تتوقعون المقطع؟ هل ماخذيها من فوق من 2/3 مال الابر يوريتر، لو من اللور ثيرد لليوريتر؟ شلون تعرفوها؟ شلون تعرفوها انه هذه من القسم الاخير من اليوريتر لو من القسم الاعلى من اليوريتر هذا المقطع؟ اعطيكم فد معلومه انه الماسكولاريس اكسترنا تتكون من طبقتين اللي هي الانر لونجيتودينال والاوتر سيركولار. اذا من ماخذيها؟ من يا مقطع، من يا مقطع ماخذيها؟ يعني احنا من نشوف اليوريتر متكون من طبقتين فقط، مو من ثلاث طبقات، متكون من طبقتين. لذلك اليوريتر من نشوفه متكون من طبقتين، فنقول منه
متكون من طبقتين عافية من الأبر، لأنه متكون من الطبقتين. إذا كان من ثلاث طبقات، اليوريتر متكون من ثلاث طبقات، هذا ايش راح نقول؟ راح نقول إنه أها عافية، نقول من اللور. إذا اليوريتر إذا كان الماسكولاريس اكستيرنا متكون من ثلاث طبقات، راح نقول من اللور. إذا كان متكون من طبقتين، راح تكون من الأبر. هنا الصورة اللي عندنا، الصورة متكون من طبقتين، اللي هي طبقة الأولى الإنر اللونجيتودنا والأوتر سيركولا. إذا مأخوذة من الأبر وليس من اللور، مأخوذة من الأبر، مو يوريناري سيستم. دا أحكي عن ال اليوريتر، من الأبر أوف يوريتر أو بورشن، من الأبر بورشن لليوريتر لو من اللور بورشن لليوريتر، من الأبر. ليش؟ لأنه الماسكولاريس اكستيرنا متكون فقط من طبقتين، ماسكولاريس اكستيرنا فقط متكون من طبقتين. صار معلوم عيني؟ صار معلوم للي قالوا بالنسبة اللي قالوا إنه من اللور؟ ليش من الأبر؟ لأنه الماسكولاريس اكسترنا متكون من طبقتين فقط. إذا كان متكون من ثلاث طبقات، راح تقول من اللور. هسه نيجي على اليورينر بلادر. اليورينر بلادر طبعا النسيج يكون أكبر. طبعا شوفوا إنه فد معلومة نسيت أقول لكم إياها، اليوريثيليوم بالنسبة لليوريثيليوم الخلايا الطبقات مالتها بالنسبة لليوريتر، الطبقات مالتها بالنسبة لليوريتر تتكون من 2 إلى 3 طبقات إذا كانت بالأعلى. كل ما تيجي تتجه باتجاه اليورينر بلادر راح تزداد طبقاتها، راح تزداد طبقاتها توصل إلى 5 أو 5 إلى 6 طبقات. بالنسبة اليورينر بلادر، اليورينر بلادر لا، طبقاتها كلش كبيرة، تكون توصل 5 إلى 7 طبقات، طبقاتها 5 إلى 7 طبقات. أوكي، اليورينر بلادر بيها أيضا نفس الحالة، ميوكوزا ماسكولاريس اكستيرنا، وعندنا بالنسبة للطبقة الأخيرة أما أدفنتيشي أو سيروزا. من يجي أدفنتيشي أو سيروزا؟ كتب تقول إنه البوستيريور بارت اللي اليورينر بلادر راح يكون سيروزا، والأبر أو الانفيريور اللي راح يكون أدفنتيشي، لأنه بالتصاق ويا الأبدومينال كافيت بالتصاق. أكو كتب يقول لك الأبر بارت لليورينر بلادر راح يكون هو عبارة عن سيروزا، إلا البقية البارت راح يكون عبارة عن أدفنتيشي. إذا حسب المقطع، إذا كان من البيريتونيوم فراح يكون هو سيروزا، إذا كان لا مو من البريتونيوم راح يكون هو أدفنتيشيا. إذا تكون النسيج مالته أكبر، من اليوريتر، مبين مثل اليوتيوب، هذا راح يكون نسيجه أكبر، أيضا متكون من الميوكوزا، من الماسكولاريس اكستيرنا، وآخر شيء أدفنتيشيا أو سيروزا حسب المقطع اللي أنتم ماخذين. ايضا اليوريثيليوم مالته، الميوكوزا متكون من الإبيثيليوم واللامينا بروبريا فقط. الإبيثيليوم هو عبارة عن يوروثيليوم، وقلت لكم ليش إنه تستخدم ليش موجودة أصلاً يوروثيليوم، إنه لأنه توكسيك ماتيريال موجودة باليورين تمنع من إنه تدخل إلى داخل النسيج، وتمنع الواتر من الخروج من النسيج إلى اليورين. إضافة إلى ذلك إنه اليوروثيليوم راح تكون بقابلية خلايا على إنه مثل ما نقول تنمط على الستريتش في حالة حصول الديستنتد لليورينر بلادر. فهذه الخلايا إذا في حالة الكونتراكتد يعني فارغ ما باليورين، فراح يكون على شكل دم سيل. شوف هذه الخلايا الأخيرة دم سيل بشكل الإمبريلا، زين هذه هي خلايا الدم سيل. لاحظوا هذا في حالة الكونتراكتد، شلون أكو شنو طيات، أكو طيات للميوكوزا، أكو طيات للميوكوزا. أما في حالة الديستنتد أي موجود بها يورين، فراح تأخذ شوف الطبقات، حتى الطبقات قلت، وشون إنه الخلايا قابلية على الديستنتد نتيجة وجود نوع من الارتباطات في داخل الخلايا، ونوع من الفولدينج موجودة بالسيل ممبرين للخلايا. بالنسبة للماسكولاريس اكستيرنا، هنا تتكون اوريدي من 3 طبقات، اللي هي الانر لونجيتودينال، الميدل سيركولار، والاوتر
اما نسميه اوبليك اور لونجيتودينال. طبعا هنا لانه ما تقدر تميز بين الطبقات الثلاثه ما عدا في منطقه اتصاله باليوريثرا، في منطقه اتصال اليورينر بلادر باليوريثرا ممكن انه نلاحظ الطبقات الثلاثه. لذلك هذه هسه احنا نلاحظ اكو هناك طبقات ثلاثه اللي هي الانر لونجيتودينال، الميدل اللي الميدل راح تكون سيركولر، والاوتر راح تكون بشكل اوبليك اور لونجيتودينال ايضا. هذا ليش؟ لانه هذه ماخذين المقطع قريب من اليوريثرا، لذلك الطبقات الثلاثه تكون واضحه. لذلك الطبقات الثلاثه تكون واضحه. هسه عندنا فد مقطع اخر مو من اليوريثرا، مو قريب من اتصال مو قريب من اتصال اليورينر بلادر من اليوريثرا، لذلك تقريبا ما نقدر نميز بين الطبقات الثلاثه، يعني نوعا ما ما نقدر نميز بين الطبقات الثلاثه اللي هي الانر لونجيتودينال، الميدل سيركولر، والاوتر اوبليك. اخر شيء قلنا احنا الادفنتيشيا، الادفنتيشيا تعتمد على المقطع، اما يكون ادفنتيشيا اور سيروزا على المقطع اللي ماخوذ من عدم. مفهوم ماما؟ واضح؟ واضح ماماتي بالنسبة ليوريناري؟ ان شاء الله دوم واضح. اي سؤال اعيده؟ اعيد اليورينار بلادر يوسف؟ يا ليارز اعيده بعيني تدللون اليورينري بلادر. اوكي ماشي، هسه اعيد اليورينر بلادر. اليورينر بلادر متكون من ثلاث طبقات اللي هي الميوكوزا الماسكولاريس اكسترنا، وعندنا اخر طبقه اما تكون ادفنتيشي اور سيروزا حسب المقطع. يعني اذا كان المقطع من يعني ضمن الكافيتي راح يكون سيروزا، اذا كان قريب على الابدومينال وول راح يكون ادفنتيشيا. بالنسبه الى الطبقه الاولى ميوكوزا راح يتكون من الابيثيليوم ومن اللامينا بروبريا. الابيثيليوم مالتها مثل ما قلنا هو يوروثيليوم اللي هو ترانزيشنال ابيثيليوم، او هذه الطبقه الاولى. الطبقه الاولى مثل ما قلت لكم اليوروثيليوم. اليوريثيليوم متكون من عدد من الطبقات، تقريبا باليورينار بلادر متكون من 5 إلى 7 طبقات. اليوريثيليوم هذا مثل ما قلت لكم سابقا انه له فد خاصية. ليش انه متخصص فقط باليورينار باسج؟ لانه له خاصية. اولا يمنع من دخول اليورين الى داخل الانسجة اللي موجود بها توكسيك ماتيريال نتيجة الارتباطات القوية وعدم النفاذية الى اليورين، يكون خلايا عديمة النفاذية امبريابيبليتي بالنسبة الى اليورين، وايضا تمنع من خروج الماء من داخل الانسجة الى خارجها. اضافة الى ذلك انه اليوريثيليوم تكون السيل ممبرين مالتها موجود بها فولدينج، هذا تسمح من يصير ديستنتد المن لليورينار بلادر، تسمح به انه شنو ستريتش انه تنمط ويا اليورينار بلادر. هذا من جاي هاي الفولدينج؟ هاي معلومة لكم انه اكو نوع من البلاك بيناتن هذا السيل ممبرين، اكو بلاك اتصالات بيناتهم يكون مثل هيجي مثل المفاصل. هذه المفاصل انه في حالة الديستنتد تختفي، وفي حالة الكونتراكتد لليورينر بلادر تظهر. هذا مجرد معلومة لكم، هذه وين موجودة؟ بالسيل ممبرين لخلايا الدم سيل، لخلايا الدم سيل موجودة. اذا اليوريثيليوم متكون من عدد من الطبقات، الطبقة الأخيرة اللي تكون باتصال ويا اليورين راح تكون تسمى بالامبريلا أو دم سيل، تسمى بالدم سيل. بالنسبة إلى الخلايا، إذا أن تكون شوفوا إنه طبقات الخلايا تختلف في حالة الكونتراكتد، شوفوا هنا راح تكون هناك عدة من الفولدينج، أكو هناك فولدينج في حالة اليورينر بلادر تكون كونتراكتد، أما إذا كانت ديستنتد لا، شوفوا لاحظوا إنه الفولدينج تختفي والطبقات اليوريثيليوم تظهر. زين، عندنا الطبقة الثانية اللي هي الماسكولاريس اكسترنا. الماسكولاريس اكسترنا ماسكولاريس اكسترنا متكونة من ثلاث طبقات اللي هي طبقة ايضا انر لونجيتودينال، ميدل سيركولار، والاوتر لونجيتودينال اور اوبليك. هذه ما تقدر تميزهن الطبقات الثلاثة ما عدا في منطقة اتصال اليورينر بلادر باليوريثرا،
هنا هذه المنطقة ليش؟ لأن راح يبدأ يتكون عندنا السفنكتر، تكون سفنكتر داخلية متكونة من السموث مصل، لذلك أكو سفنكتر داخلية وأكو سفنكتر خارجية. الخارجية تكون تكون ويا اليوريثرا، والداخلية تكون باليورينار بلدر، منطقة اتصال اليورينار بلدر باليوريثرا. هذه المنطقة نقدر إنه نميز الطبقات الثلاثة اللي هي الانر لونجيتودينال، الميدل السيركولر، والاوتر اوبليك اور لونجيتودينال. هذه الطبقات الثلاثة شو تسمى؟ بال ديتروسر مصل، تسمى بالديتروسر مصل بالنسبة إلى اليورينري بلدر. آخر طبقة الأدفنتيشة حسب المقطع، أنت من ماخذ المقطع، ماخذها من الابدومينال كافيتي البيريتونيوم موجود، راح تكون سيروزا. من قريب من الوول ابدومينال وول راح تكون ادفنتيشا. اوكي، نسيت اقول لكم منطقة اتصال اليورينر اليوريتر باليورينر بلادر، منطقة اتصالها تكون شوفوا لاحظوا انه اوبليك. منطقة الاتصال اليوريتر باليورينر بلادر راح تكون اوبليك. هذه شنو يساعدها؟ يساعدها انه في حالة صارت كونتراكتد لل يكون الكونتراكتد مات اليورينر بلادر يسموها كونستنتونز، انه ثابتة. فمن راح يصير كونتراكتد حتى تمنع من رجوع اليورين الى اليوريتر، يمنع من رجوع اليورين الى اليوريتر. هذه اول شيء تكون منطقة اتصال اليوريتر باليورينر بلاتر بشكل اوبليك. ثانيا نفسها اليوريتر الميوكوزا مالتها بداخل اليورينر بلاتر راح تكون مثل الفولدينج، مثل فالف. هذه ايضا تمنع من رجوع اليورين الى داخل اليورينر بلاتر، العفو الى اليوريتر، حتى من يصير كونتراكشن حتى لا يرجع اليورين الى داخل اليورينري بلادر، العفو الى داخل اليوريتر. هسه عيني واضح؟ ضحى ويوسف واضح؟ وايدك ماما وايدكم كلكم ماماتي حبايبي. اي سؤال ماما؟ هسه راح افتح لكم المايك حتى تقدرون تحجون اي سؤال عندكم، بس رجاء يعني اللي ما يحكي يسوي ميوت. All participants are unmuted. ماما ماماتي ماماتي ابراهيم، ترى اللي دا يطلع الصوت عده دا يبين عندي، دا يبين من هو. ماما منو عنده سؤال؟ ماما ماماتي منو عنده سؤال؟ واضح المحاضرة ان شاء الله؟ هاي محاضرتنا لهذا اليوم، لكن الكويز مالت راح اجلها الى اليوريثرا والبروستيت من احنا نشرحها. وايدكم ماماتي وايدكم وايدك حبيبتي. ماكو اي سؤال ماما؟ هذا محاضرتنا لهذا اليوم، انا مسجلتها ان شاء الله.